تمام ماشي. طيب بص يا جماعه، هقول احلها انا تاني بقى وتبقى ان شاء الله دي اخر واحده ما تقولهاش. بص كده، وبيقول لي ايه؟ بيقول لي واي فيرز از اكس بارتي، زي ما اتفقنا هنبتدي نحل على طول بقى. سوليوشن، انت بتقول لي واي فيرز مع اكس بارتي، انا ما فيش اي مشكله، انا كل ما عليا ان انا اعمل ايه؟ كبر بس الشاشه شويه. انا كل ما عليا ان اقول له ايه؟ واي، وبدل كلمه فيرز هقول له ايكوال. بص بدل العلامه دي يا فيرز دي هقول له ايكوال خلاص، ولازم احط كلمه ام، ام اكس بارتي، والام ده بيسموه كونستنت. حلو قوي، انا وظيفتي اجيب الام، هيبتدي هو يديني معلومات، قال لي الواي ايكوال 64، يعني حط تحت الواي دي 64. حاضر، ايكوال ام، الاكس بكام؟ ب2. حاضر، بس في براكت بقى 2 عشان بس ايه، يبان ان الام معموله تايمز 2، وفي هنا باور 3 تاني. يبقى انا شلت الواي وحطيت بدالها 64 اللي هو قال عليها، شلت الاكس وحطيت بدالها 2 اللي هو قال لي عليها، تمام. انا كل ما عليها بقى، في ناس يقعد يحسب 2 باور 3 ب8 الاول، ولا تحسبها ولا توجع دماغك، كالكوليتر على طول. انا اقوم موديها ان هو ديفايدد، يعني هكتب على الكالكوليتر 64 ديفايدد 2 باور 3 على الكالكوليتر. طيب اللي ما بيعرفش يعملها على الكالكوليتر يبقى يقول لي وانا اعلمها له، يعني في زرار الباور زي ما انتم عارفين اللي هو عامل كده ده، عليه اكس وعلامه مربع فاضي، وفي زرار للاكس باور 3 والاكس باور 2، اكيد انتم طبعا يعني شاطرين في الكالكوليتر. فكده دي خلاص اتشالت من هنا، طالما انا رديتها بالديفايد اتشالت. يبقى ام ايكوال، دي هتقوم طالعه لي ايه يا جماعه بالكالكوليتر؟ 8. حلو، يعني انا كده جبت الام. طيب اوكي، اقوم راجع حطيتها من هنا كده، هنا في الريليشن، اول ما جابها ما نحطش في دي بقى، دي خلاص اتلغت، خلاص اتلغت. انا دلوقتي شغال على اللي فيها ايكوال اللي هي دي، اقوم عامل ايه؟ واي ايكوال، بدل الام هكتب 8 وادي الاكس باور 3. بس هي دي يا سيدي الريليشن، اكتب لي بقى جنبها كده ان دي الريليشن بتوين اكس وواي اللي انت عاوزها، اكس اند واي. حلو، انا كده جبت الريليشن. انت طالب مني ايه بعد كده؟ بتقول لي فايند واي وين اكس ايكوال 20، معوض لك في الريليشن دي بقى. طيب اللي هي الجديده دي، فايند واي يعني الواي مش عندي، انت بتقول لي الاكس بكام؟ دي واي، يعني الاكس بكام؟ ب 20. خلاص مفيش مشكله، ادي الايت اهي اكتبها، يبقى انا بكتب الواي عادي، اكتب الايكوال عادي، اكتب الايت عادي جدا، بدل الاكس بس هكتب 20 وباور 3 على الكالكوليتر، تمام؟ طيب هقوم حاسبها على الكالكوليتر، دي هتقوم طالعه لك يا جماعه، تطلع اجابه كبيره شويه، هتطلع لك 64,000. وما تسالش حسبتها ازاي، وما تقعدش تقر عليها عادل انت ومروان، ماشي كده؟ بيحسدوني عشان حسبتها بدماغي. هي اصلا سهله. طيب ماشي. طيب الله اكبر، يعني عشان انا عارف الار والحسد، ماشي. انا المهم يعني في ناس بيحسدني لما احسبها بدماغي. ماشي، انا بطلع الواي ب 64,000. طب بص يا جماعه، انا هقول لكم بقى على المسائل دي تاني، على بس ان ناخد جميع الافكار، يا ريت بس تحلوا المسائل اللي احنا حليناها دي تاني. يعني بص هقول لكم بقى، ممكن انا اقول لكم عليهم وممكن تحلوهم وتبعتهم لي فين؟ تبعتهم لي على الواتساب، على الجروب بتاعنا عادي. يعني ممكن ناخد، مش هطول عليكم في المسائل يعني الهوم ورك، هقول لكم مثلا ايه، ناخد برضو نفس المسائل تاني عشان الافكار التانيه فيها افكار عايز اشرحها ان شاء الله المره الجايه. فمش هدي لكم افكار جديده، يعني مش هدي لكم الهوم ورك على افكار جديده عشان ما تحسوش بصعوبه. فممكن نقول بقى الهوم ورك بتاعنا هيبقى اللي عايز يعمل دي سكرين شوت، يعني انت عندك في المعاصر هيبقى بيج، انت قلت لي يا جانا هو بيج 48 صح؟ طيب بص 48 فيها نمبر 2، يعني معلش يا جانا بصور بيج 48 و49 تاني وبعتيهم وهنحل. طيب اوكي، و48 كمان عشان فيها مساله تحت كده، يعني ناخد. بص يا جماعه سيبك من سؤال الكومبليت دلوقتي، هناخده بعدين، اسكتني بس ايه، هناخد احنا عندنا بيج، دول هيبقوا هوم ورك بقى 48 و49، هناخد نمبر كام؟ نمبر في 48 عندنا نمبر 2، وفي 49 عندنا ممكن ناخد نمبر 4، وممكن ناخد نمبر ايه؟ لا ممكن هذا، وناخد نمبر 8، ناخد نمبر 8 2 4 و8، اهو كفايه ثلاثه هم بس 2 4 و8 خلاص. واشوفكم ان شاء الله بقى ايه يوم الاحد ان شاء الله. قلنا بقى نخليها كام؟
هبقى انسقها ان شاء الله مع ميس امل وميس شحاب. بس هي غالبا بقى نخليها كنتوا 8 ونص، وهبقى اقول للبتوع تاني اعدادي خليهم هم 9 ونص، هم لسه هيبداوا لسه الاسبوع الجاي. عايزين انتوا تبقوا انتوا 7، انسق انا مع ميس رحاب وزاد. طب لو 7 مناسب معاكم برضو، اللي هو ميعاد اولى ثانوي، بس في اولى ثانوي عندهم دروس كتيره جدا، فانا جبت منهم ميعاد 7 ده بالعافيه. يعني انا ممكن احاول مع اعدادي، لان ثانوي زي ما انتم عارفين عندهم مواعيد كتيره قوي، فميعاد 7 ده كان مناسب معاهم. فممكن اخليكم انتوا ان شاء الله 8 ونص، واخلي بتوع ثانيه اعدادي 9 ونص. برضه هتحلوا المسائل دي في الهوم ورك وتبعتوها لي على الواتساب، اشوفها يعني احلها في ورقه كده وصورها وابعتها لي على الواتساب، بحيث مثلا لو حد عنده اي دروب، وممكن مثلا تبقى اكتب لي على الورقه فوق بس ايه، انا جانا او الاسم يعني فوق جانا او عادل او مروان او كده، وانا يعني اشوف ايه اللي وقف معاكم، بحيث لو في دروب تاني درس ده انا هشرحه تاني من اول وجديد، ما تقلقوش يعني الحته دي ما تزعجكوش خالص. المستر يزهق يقول لنا لا ده انا قلتها قبل كده، عمري ما هقول الكلام ده ان شاء الله، يعني ما تقلقوش ما عملتهاش طول عمري ولا عمل. اشوفكم ان شاء الله يوم الاحد. حد عايز يسأل في حاجه قبل ما ننهي الميتنج؟ الو؟ شكرا. الو. طيب في اي حد عنده اي اسئله؟ طيب مفيش شكرا ولا اي حاجه كده ولا شكرا. طيب ولا ميرسي ولا اي حاجه تتاكل؟ طيب طيب ماشي مش مشكله. طيب ماشي يا جماعه، اشوفكم ان شاء الله يوم الاحد على بعد 8 ونص باذن الله، وهبقى انسقها مع ميس امل ومسك. طيب سلام عليكم.